احنا دايما انا بتكلم معاكم على معرض الكتاب ودورته ال 54، وبالمناسبه النهارده قعدت اتصل بكم اصدقاء وزملاء ومعارف علشان اشوفهم هم شايفين معرض الكتاب السنه دي ازاي، خصوصا بعد حلقه امبارح التي اراها حلقه مهمه جدا، او الفقره يعني اللي عملناها في اخر البرنامج، فلقيت ان كل الناس بتتكلم فعلا على معرض الكتاب السنه دي بمنتهى الايجابيه على كل حاجه، سواء كان على التنظيم، على العناوين بتاعت الكتب، على كمياتها، على اسعارها، على دور النشر الى اخره. الا انه زميل العزيز احمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري لديه الكثير مما يرصد. هاتولي الحسيني. مساء الخير مشاهدينا، النهارده هنقول لكم فعاليات اليوم السابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي شهد زخم كبير جدا، كان في إقبال جماهيري كبير على مستوى الحضور من بداية اليوم في الساعة 10 صباحا منذ فتح أبواب المعرض أبوابه للجمهور، وحتى الساعات الأخيرة ما إغلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه، كان في كثير من الندوات الثقافية اللي شهدها كمان اليوم السابع من فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب. من بين الندوات دي ندوة عن نحن والذكاء الاصطناعي، وأيضا ندوة عن مصر وإندونيسيا والعلاقات المتبادلة، بالإضافة إلى ندوة تاريخية وثقافية كانت مهمة جدا، كانت بعنوان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة كمان لندوة عن مستقبل صناعة النشر في الأردن. وطبعا معروف أن الأردن هي ضيف شرف الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. إجمالا المعرض في اليوم السابع رصدنا فيه إقبال كبير جدا من أعمار سنية مختلفة، سواء من الشباب أو من الفتيات، وكان فيه كمان حضور مميز جدا للفتاة والفتيات هنا في اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي كانوا حريصين كمان على شراء الكتب والروايات، سواء في روايات رومانسية أو روايات الخيال العلمي. كمان رصدنا في اليوم السابع وبشكل عام في معرض القاهرة الدولي للكتاب ان في اقبال كبير جدا من الكاتبات الادب النسائي، اللي كان طاغي بشكل كبير على معظم ارفف دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بالاضافة طبعا اللي ان في عروض كبيرة جدا مقدماها دور النشر على مدار ايام معرض القاهرة الدولي، وخاصة الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي بتقدم كتب بتوصل اسعارها لخمسة جنيه، وكمان في اقل من كده بيوصل سعر الكتاب ل 2 جنيه او 3 جنيه، وطبعا ده بيمثل فرصه مهمه جدا لمحبي القراءه واللي بيحبوا يشتروا ويقتنوا كتب. وبالتالي فتره المعرض القاهره الدولي للكتاب هي فتره مميزه جدا للاهالي واولياء الامور لقضاء اجازه نصف العام، بالنسبه طبعا لطلبه المدارس وايضا طلبه الجامعات. بالتالي احنا امام زخم ومقصد ثقافي كبير جدا بيشهده اليوم السابع وطوال ايام فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب اللي بيستمر حتى 6 فبراير، وبنقله ليكم وبنتابعه معاكم يوم بيوم ولحظة بلحظة. إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس. تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن،
الوفاء والأمل، ثم محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس، من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة، قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس.